بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإعلامية المتألقة مريم سميح وضيوفها الكرام، أسطورة كرة السلة بمصر والنادي الأهلي كابتن نبيل بخيت ونجم مصر والنادي الأهلي كابتن أحمد إسماعيل. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، عشاق كرة السلة في كل مكان، يسعدني أن أكون معكم. دكتور وائل أبو العزم معلقا على المباراة الثانية بين الأهلي وهليوبلس في إطار الدور قبل النهائي للدوري السوبر للسيدات موسم 2023-2024. بتقام المباريات بنظام البيست اوف 3. فاز الأهلي في المباراة الأولى 89-45، وإن شاء الله لحظات وهنلعب المباراة الثانية اللي كلنا بنتمناها تكون من نصيب ملكات السلة المصرية. بيمثل النادي الأهلي هنا سالم، هنا حتحوت، جنة عبد الرحمن، ميرال أشرف، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ليلي، تمارا نادر السيد، يارا أسامة، جيدة خالد، والإدارة الفنية لغزال مصر الكابتن طارق خيري مديرا فنيا، ومعاه الكابتن كريم إسماعيل والكابتن علياء محمود، والأحمال الكابتن محمد عبد العزيز، والتدليك الكابتن إيمان جمال، مدير إداري كابتن ماجد المسلمي، إداري كابتن نجاح ربيع، محلل أداء كابتن أكرم الشرباجي، أخصائي نفسي دكتورة مي القاضي، طبيبة دكتورة مروة الحسيني، علاج طبيعي دكتورة ياسمين الكيلاني، ومهمات كابتن محمد جمعة. أما هليوبلس بيمثلوا ليلى نوح، يسرى أشرف، فريدة علي، سارة مسعود، سلمى أيمن، فريدة الشريف، فرح خالد، نورة الدبكي، ملك هشام، ريم طلعت، ساندي خالد، فريدة عبد الباري، والإدارة الفنية للرايق كابتن عماد الدين محمود مديرا فنيا، ومعاه كابتن أيمن يحيى، كابتن أحمد غريب، والكابتن ندى جاسر مدربون، والأحمال الكابتن بدر السيد، الإدارية كابتن نشوى باسم، والمسؤول الإعلامي كابتن أيمن القشتي، والطبيبة دكتورة جرمين عوني. يحكم لقاء اليوم الحكام السكندريون كابتن محمد إبراهيم، كابتن محمد سعيد، كابتن نورهان فتحي، ويراقب المباراة رئيس منطقة الأسكندرية الكابتن عبد الوهاب العجمي. على الطاولة عبد الرحمن أحمد، حسن أحمد، آسر علاء، محمد صلاح، وعلى جهاز الأي آر إس دينا أحمد. بدأنا اللقاء ونقطتين للنادي الأهلي. النادي الأهلي على يمين حضراتكم بزيه الأحمر، وهليوبلس على يسار حضراتكم بزيه الأبيض. الكرة مع ملك، ملك بتسقط الكرة لنور، بتحاول على الباسكت ومحاولات تانية، تلم الكرة على طول رنيم الجداوي، تلعبها ناحية اليمين، ترجع لها الكرة تاني ولكن تتقطع. كانت دينا عمرو بتباصلها، كابتن فريق النادي الاهلي دينا عمرو، واللي اشرفت الاسبوع اللي فات بحمل كاس مصر، وبنقول مبروك للنادي الاهلي كاس مصر للمره الثانيه على التوالي. والكره مع دينا، ودينا تطلع الكره بره رنيم، وتصويبه ثلاثيه، ثلاثيه رنيم الجداوي، اول ثلاثيه في المباراه رنيم الجداوي، خمسه الاهلي لا شيء هليوبلس. والكرة مع هليوبلس، ملك بتعدي، ملك تقف على كرتها وبتصوب خطافية بشمالها، ولكن محاولة تانية تروح الكرة لرنيم، الرنيم ترجع الكرة ورا الليلي لفريدة عفوا، ودخول على الباسكت، وبتسجل ليلي نقطتين، سبعة الأهلي لشيء هليوبلس. والكرة مع سلمى، سلمى تلعب الكرة لنورة، نورة بتحاول تعدي، قفل عليها رنيم، ترجع الكرة ورا، تروح الكرة تاني لسلمى، وتصويبة من فريدة بعيدة عن الحلقة تلمها رنيم، وهجمة سريعة مرتدة ورضوى، وداخلة رضوى وبتسجل. يا رضوى بتمشي الكرة على الحلقة، بتعلقنا كلنا كده، قلنا كرة نازلة ولكن بتنزل خارج الحلقة، الجيات أحسن يا رضوى. نقطتين لليوبلس، بتترد على طول بتسجلها فريدة الشريف، اثنين هليوبلس، سبعة الأهلي. دينا طلع الكرة ليلي، وتصويبة بنقطتين ليلي. ويمكن كنت بسأل كابتن نجاح ربيع المدير الإداري فريق الأهلي على ليلي، قالت لي احنا كلنا بنقول لها ليلي عشان اسمها صعب شوية، فكله بيقول لها ليلي، فعشان كده احنا برضو بنقول لها ليلي. والكرة مع دينا، تلعبها لرضوى، رضوى بتعدي من النص، توقف على كرتها لرنيم، وتصويبة من فريدة، الثلاثية، الثلاثية فريدة وائل، الثلاثية الثانية للأهلي من نصيب فريدة وائل. واضح ان احنا ان شاء الله هنستمتع بالثلاثيات النهاردة.
مالك هشام؟ مالك بتحاول تعدي؟ قافلة عليها دينا وبتصوب تلم الكرة على طول رضوى وبتحضر رضوى الهجمة جديدة تلعبها لفريدة ناحية الشمال. فريدة الليلي بتقطع لها رضوى تلعبها الرضوى بره ورضوى وتصويبة ثلاثية رضوى. يا سلام يا رضوى، يا سلام يا رضوى. الثلاثيات النهاردة ما شاء الله هتبقى حلوة، والثلاثيات زي ما قلنا بتسعد كل اللي بيتابع وكل اللي بيتفرج على مباريات ملكات السلة. الكرة مع سلماي وتصويبة من سلماي، تروح الكرة لفريدة لرضوى تلعبها على طول لرانيمو، محاولة ونقطتين. 17 الآلي 2 اليوبلس. سلمى أيمن تلعبها لفريدة وفريدة بتحاول تسقطها ولكن تقطعها ليلي، وخطأ شخصي، خطأ شخصي لصالح رنيم. خطأ شخصي، وهنشوف في تغيير ولا لأ. الكرة مع رضوى، رضوى لدينا، دينا تلعبها بره رانيمو تصويبة في سن الحلقة تلمها الليلي تطلعها تاني لدينا، دينا الليلي وتصويبة ثلاثية، ثلاثية ليلي، الثلاثية الرابعة للأهلي. رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، ليلي، أربع ثلاثيات. والكرة مع اليوبلس، فريدة تلعبها الملك، ملك تلعب الكرة تاني لفريدة، تلعبها أرضية ولكن كانت هتتقطع من فريدة الشريف، تطلع بره وتصويبة بنقطتين لصالح اليوبلس. ريم طلعت بتسجل نقطتين، 4 اليوبلس 20 الاهلي. خطا الشخصي لصالح النادي الاهلي، كابتن نورهان فتحي، لجنه الحكام بتدي فرصه للحكام الصاعدين في بعض المباريات يعني عشان يزدادوا خبرات. اوتسايد لصالح اليوبلس، فريدة علي بتعدي تلعبها لفريدة الشريف وتصويبة من يسرى ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول لدينا ودخول على الباسكت ونقطتين لصالح النادي الاهلي 22-4. فريدة تقطع الكرة رنيم، ودخل رنيم لوحدها، ودخل رنيم وتسجل رنيم 24-4. الكرة مع اليوبلس، ريم تلعبها ليلى وتصويبة من ليلى خارج الملعب اوتسايد. الكرة مع رضوى بتعدي نص الملعب، ليلي وداخلة ليلي على الباسكت، وداخلة ليلي وبتعدي وتاخد خطأ الشخصي يستوجب رميتين حرتين. ليلي الأول وهي بتستلم خدت الديفنس في ظهرها، وسعت لنفسها السكة، بصوا حضراتكم وسعت لنفسها السكة ودخلت حلوة قوي على الباسكت وخدت خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل، هتصوب الثانية. ليها 5 ثواني تاخد نفسها كده وتركز وبتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. 25 الأهلي 4 اليوبلس، 3 دقائق 20 ثانية على نهاية أحداث الفترة الأولى. ليلى تلعب الكرة على طول ليسرى وتسقط الكرة وتصويبة
من سارة ما تنجحش في ده، من ريم ما تنجحش في التسجيل. واوت لصالح هليوبليس. فريدة بتطلع الكرة تلعبها اليسرى، اليسرى بتحاول تعدي وتوسع لنفسها، تطلع الكرة بره ودخول على الباسكت وتصويبة قصيرة ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول وهجمة سريعة مرتدة ودخل فريدة، دخل فريدة ونقطتين للأهلي 27-4. الكرة مع هليوبليس ودخول على الباسكت وخطأ شخصي لصالح يسرى أشرف هيستوجب رمية حرة إضافية بعد احتساب النقطتين. خطأ شخصي على ليلي، نقطتين ورمية حرة إضافية. تخرج رنيم الجداوي وبتنزل يارا أسامة. بتصوب الرمية الإضافية بتنجح تسجيلها 27-27. والكرة مع رضوى، رضوى بتعدي من ناحية اليمين، تسقط الكرة ليارا، ويارا على خط الرمية الحرة تطلعها بره لدينا، تعمل لها ستار، دينا تلعبها لليلي، ليلي لدينا تاني وتصويبة ثلاثية. يا سلام يا دينا، يا سلام يا دينا، دينا بتلتحق على طول بنادي الثلاثيات النهارده، دينا عمرو ثلاثيه ولا اروع. تقطع الكره ليلي واتنين على اتنين معاها رضوى، ورضوى كانت محتاجه تكمل معاها، كانت تديها لها ليلي على طول، سحبت الديفنس عليها، لو كانت كملت معاها كانت تديها الكره. ايه رضوى وقفت على الثلاثيه، لو كملت معاها كانت ادتها الكره وكانت سجلت مرتاح، ولكن خطا الشخص لصالح ليلي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح بالتسجيل. شفنا كده على اللوحة فوق الباسكت دقيقة 49 ثانية، زي اللوحة بتاعتنا بالظبط دقيقة 49 ثانية. بنشكر طبعا الإخراج بتاعنا المخرج المتميز الأستاذ أحمد عادل وطاقم الإخراج. الكرة مع هليوبليس، 32 الاهلي 7 هليوبليس. ساندي ومحاولة على الباسكت وخطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. هنا سالم بتنزل في الاهلي وبتخرج دينا، وليلي بتخرج، وهقول لحضراتكم مين اللي نزلت. ونزلت جايدة خالد. فرصة كابتن طارق المدير الفني الاهلي كابتن طارق خيري بيديها للصاعدات والناشئات هنا سالم وهنا حتحوت وجنى عبد الرحمن. هنا حتحوت وجنى عبد الرحمن من تحت 18، هنا سالم من تحت 20 سنة. بيديهم فرصة في احتكاك في مباراة في الدور قبل النهائي عشان لما يحتاجهم في اي مباراة قوية يلاقيهم. تمارا جيدة ليارا، ويارا بتلف وبتحاول تصوب تلحقها قبل ما تخرج بره سلمى، تعدي خط النص فريدة تلعبها تاني ليسرى وخطأ الشخصي على تمارا. وتخرج رضوى وبتنزل هنا حتحوت، والكرة مع ساندي، ساندي بتلعبها ليسرى وتصويبة بتخبط في سن الحلقة من فوق لتمارا، تمارا لهنا حتحوت، هنا لجايدة، تمارا تاني، تعدي تمارا تقف على كرتها لجايدة، جايدة بتحاول تعدي وتخترق وتصوب
ولكن خارج الملعب اوتسايد لصالح اليوبس. 35 ثانية على نهاية أحداث الفترة الأولى، 32 الأهلي، 9 هليوبلس. يمكن الفترة الأولى في المباراة السابقة انتهت 26 الأهلي 13 هليوبلس. يعني واضح إن في فرق في الأداء خلال المباراة الثانية. المباراة الأولى انتهت في الفترة الأولى 26 13، وحاليا الفترة الأولى 32 الأهلي 9 هليوبلس. رميتين حرتين لهليوبلس، يسرى بتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل، وتصوب الثانية ما تنجحش في التسجيل. تلم الكرة جيدة، تلعبها على طول ناحية اليمين لتمارا، تمارا بتحاول تعدي، طلع الكرة بره الجيدة. ويا سلام يا جيدة، يا سلام يا جيدة على الفيك يا جيدة، يا سلام على الفيك، يعني الفيك بنص ثلاثية يا جيدة، عملت فيك حلوة قوي وصوبت ثلاثية ولكن خارج الملعب اوتسايد. بتنتهي احداث الفترة الأولى أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان بتقدم النادي الأهلي 32 9. دقيقتين راحة نشوف كده المدربين هيقولوا ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث الفتره الثانيه والتعليمات من الكابتن طارق خيري للاعباته وتوجيهات للاعبات الصاعدات في الفريق. وزي ما قلت لحضراتكم فرصه يكتسبنا الخبرات من خلال هذه المباريات ونزله لاعبات الاهلي ولاعبات اليوبلس والجيده. طلع الكوره وحوار مع الكابتن نورهان فتحي. وهنبدا احداث الفتره هنا طبعا مش باك زون، لان بيبقى طالما في تسليم الكوره من المنتصف اللاعب اللي بيسلم الكوره متوسط قدميه يمين وشمال، يعني وانا بستلم الكوره نزلت يمين او نزلت شمال مفيش اي مشكله. اوت سايد لصالح هليوبلس. الكرة مع فريدة علي، فريدة تلعبها ناحية الشمال لسارة، طلع الكرة الناحية التانية لنورة، وتصويبة سن الحلقة من ليلى، والاحتكام بسام الحيازة لصالح اليوبلس. يبقى كده الحيازة اللي جاية لصالح الأهلي. محاولة على الباسكت من يسرى، تلم كرتها تاني تلعبها بره لنورة، الناحية التانية ناحية الشمال لفريدة، فريدة بتلعبها أرضية، تروح الكورة لليلى
وتصويبه وخطا الشخصي، خطا الشخصي بتحتسبه الكابتن نورهان على يارا اسامه قبل انطلاق زمن الهجمه، هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الاولى ما تنجحش في التسجيل ساندي خالد، بتصوب الثانيه تنجح تسجيلها. تمارا تطلع كوره 10-32، تروح الكوره لهنا حتحوت، هنا بتعدي ناحيه اليمين تلعبها ليارا، يارا الجيده لتمارا ولكن تتقطع الكوره، تاخدها يسرى اشرف، يسرى بتعدي وداخله يسرى على الباسكت وبتصوب ما تنجحش في التسجيل، وتلمها تمارا وخطا شخصي على هيليوبس، خطا شخصي لصالح النادي الاهلي هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. هنا هتقوم بتعدي، هنا تلعبها لتمارا، تمارا ناحيه الشمال لجايده، جايده بتحاول تخترق وداخله على الباسكت ولكن منطقه صعبه قوي، بتخبط الكوره في رجليها كده وهي بتعمل دريبل وبتخرج خارج الملعب اوت سايد. الكوره مع هليوبلس نص ملعب النادي الاهلي، ليلى فريدة تسقط الكرة لفريدة عبد الباري ودخول على الباسكت وتلم الكرة يارا وباصة طويلة لجايدة لتمارا وتصويبة خارج الملعب أوت سايد لتمارا. الرايق كابتن عماد محمود من نجوم مصر والاتحاد السكندري الجيل الذهبي، وكرة مع هليوبلس تلعبها لسارة تقطع الكرة تاخدها، يا سلام يا سلام يا هنا يا سلام يا هنا، هنا عدت حلوة قوي لكن ما كملتش الكرة قطعتها يسرى ولكن بخطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. بص حضراتكم يعني لو قبليها بخطوة كده هنشوفها وهي بتعدي وبتعمل الدريبل من ورا ظهرها وبتكمل، هنا وتعدي هنا ومخالفة المشي بالكرة بتحتسبها الكابتن نورهان فتحي. فريدة بتطلع الكرة هات وخد مع ملك لفريدة تاني، فريدة لملك ناحية الشمال لفريدة، تلعب الكرة ليسرى لفريدة، تلعبها أرضية ولكن تتقطع على طول، ياخدها النادي الأهلي هنا حتحوت، تلعبها لتمارا، تمارا لهنا سقط الكرة ليارا لتمارا وتمارا الزون مفتوح وتسقط الكرة ليارا ولكن خطأ الشخصي بيحتسبه الكابتن محمد إبراهيم رئيس فريق التحكيم النهارده. ثلاث حكام من منطقه اسكندريه، الكابتن محمد ابراهيم، الكابتن محمد سعيد، والكابتن نوران فتحي بيراقب المباراه، الكابتن عبد الوهاب العجم رئيس منطقه الاسكندريه. هنا تطلع الكوره لجايده، وجايده تصويبه خطافيه في سن الحلقه، تروح الكوره على طول لملك، ملك تلعبها لفريده، فريده الملك تاني ان هي حد يقرب لها، بتعكس على طول على خط الرميه الحره وتصويبه من ساره ما تنجحش في التسجيل، تروح الكره لتماره، تماره الجيده ليارا وتصويبه من يارا بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 34-10. اول نقطتين في الفتره الثانيه للنادي الاهلي 34-10. وتصويبه في سن الحلقه من ملك، ترجع لها الكره تاني وداخله ملك
تسقط الكره تحت الباسكت بعيد عن الدفاعات خالص وما تنجحش انها تسجل. ساره تروح الكره على طول لهنا حتفوت. هنا تلعبها لتماره وتصويبه من تماره في سن الحلقه من جوه، تروح الكره على طول لملك هشام وداخله ملك على الباسكت وخطه فيها ما تنجحش في التسجيل. تروح الكره لتماره، تماره بتعدي من ناحيه اليمين رايحه لها جيده والوحدة جيدة وبتصوب جيدة ما تنجحش في التسجيل. تروح الكرة لليوبلس، سارة بتعدي سارة والخطأ الشخصي لصالح سارة يستوجب رميتين حرتين. خمس دقايق 25 ثانية اللوحة في الملعب، 34 الآلي 10 هليوبلس، بتنجح انها تسجل الرميه الحره الاولى. ولو بصينا على الساعه بتاعتنا هنلاقيها تقريبا مظبوطه مع الملعب. والكره مع هانا حتحوت، يارا تلعبها ناحيه الشمال لهانا سالم، هانا حتحوت سقط الكره لجيدة تلعبها ليارا وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه صوبت قبل انتهاء زمن الهجمه يارا وبتسجل ثلاثيه. ترفع نتيجه 37-12. تستدعى الكره خدها النادي الاهلي، انا هتحط الخطا الشخصي لصالح هانا حتحوت هيستوجب ادخال الكره من الحد الجانبي. هانا هتطلع الكره تلعبها الجيده تعمل لها ستار يارا بتعدي جيده وخطا خطا شخصي على يارا. نشوف كده تاني، يعني هي اعتبرت السكرين في دفع خفيف ولكن في النهايه بنقول ده قرار الحكم وكلنا بنحترم قرار الحكام. ملك هشام وتصويبه في سن الحلقه من نوره، تروح الكره على طول للنادي الاهلي تحت الباسكت لتماره وتصويبه ونقطتين للنادي الاهلي 39-12. الكره مع هليوبلس، فريده تلعبها للساره، ساره تلعبها ناحيه اليمين ترجع تاني لفريده في نص الملعب لسارة، تطلع بره الفريدة ودخول على الباسكت من نورة ولكن تطلع الكرة بره وتصويبه في سن الحلقة من فريدة، تروح الكرة للنادي الأهلي هنا حتحوت تلعب الكرة ناحية الشمال لهنا السالم، تقطع منها الكرة تاخدها ملك هشام وداخل على الباسكت ملك بتقفل عليها هنا ما تنجحش انها تسجل، تاخدها تاني هنا هنا لهنا حتحوت تلعبها على طول لتماره، تماره ليارا وهات وخد تاخدها تماره، تماره الجيده وجيده لهنا حتحوت وهنا بتوسع لنفسها وداخله وبتصوب وتاخد خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لهنا حتحوت. وتصوب الرميه الحره الاولى ما تنجحش في التسجيل. والرميه الحره الثانيه ما تنجحش في التسجيل، تروح الكره لليوبلس، ساره تاخدها فريده تحت الباسكت لساره مقفول عليها تطلع الكرة بره لفريده، فريده لفريده عبد الباري وتصويبه من نوره ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة للنادي الاهلي هنا حتحوت ترجع الكرة بره لتماره، تماره ليارا ولتماره تاني وهي داخله ومحاوله والتانيه ما تنجحش في التسجيل، تروح ليوبلس، فريده لساره لفريده وتصويبه من فريده في سن الحلقه من جوه
وباصه تحت الباسكت وداخله جيده. ويا سلام يا جيده، جيده على طول بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 41-12. ساره تلعب الكره الملك لساره تاني في نص الملعب، تعكس لفريده لساره ومحاوله على الباسكت ومحاوله تانيه لنوره الدبكي، ولكن تاخد خطا الشخص يستوجب رميتين حرتين. واضح كده في تغيير لجيده. هتنزل فضوى وهتنزل جنى عبد الرحمن وبتخرج هنا سالم. كده اللي في الملعب تمارا ويارا ورضوى وجنى عبد الرحمن، وتلم الكره تمارا وخارج الملعب اوت سايد لصالح اليوبس. ورنيم الجداوي، كده الخمسه اللي موجودين من الاهلي، تمارا ويارا ورنيم ورضوى وجنى عبد الرحمن. فريده تلعبها لساره وتصويبه على الباسكت، تنجحش في تسجيل تلمها رنيم. رنيم تلعبها ناحيه اليمين وتصويبه في سن الحلقه، تروح لليوبلس تاخدها على طول ملك هشام ناحيه الشمال لفريده لنوره، نوره بتحاول تحت الباسكت تطلع الكره بره تاني ولكن بتقطعها رضوى. رضوى بتعدي بتجري لها تمارا قدام، تقف الكره على كورتها تديها لرضوى، تديها لتمارا، تمارا تقطع منها الكره تاخدها ملك. ملك تلعب الكره لساره وتصويبه متوسطه ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره رضوى وسريعا على الباسكت، ورضوى تقف على كورتها تلعبها ليارا لرنيم ومحاولة على الباسكت ولكن تقطع الكرة تاخدها اليوبلس. سارة ودخول على الباسكت تلم الكرة تاني وتلعبها ملك وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة لجنة تلعبها لتمارا، تمارا بتعدي نص الملعب تلعبها ناحية الشمال وتصويبة من رنيم ما تنجحش في التسجيل، ومحاولة من يارا لرنيم تاني ودخول من رنيم ونقطتين 43 الاهلي 12 اليوبلس. الفترة الثانية في المباراة الأولى انتهت 48-28، يعني الاهلي أحرز في الفترة الثانية في المباراة الأولى 22 واليوبلس 15. حتى الآن الأهلي 43-12 اليوبلس. الكرة مع ملك وتصويبة وتنتهي أحداث الفترة الثانية الشوط الاول بتقدم الاهلي 43-12 اليوبلس. استراحه قصيره ونعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني. كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم، وانتقل الميكروفون للاعلاميه المتالقه مريم سميح وضيوفها الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن احمد اسماعيل. شكرا للاعلاميه المتالقه مريم سميح وضيوفها الكرام كابتن نبيل بخيت كابتن احمد اسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، عشاق الفانيلا الحمراء، معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم يرحب بحضراتكم مع احداث الشوط الثاني من مباراه الدور قبل النهائي بين فريقي الاهلي وهليوبلس التي انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 43-12 هليوبلس.
هفكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين. الاهلي بيمثله هنا سالم، هنا حتحوت، جنى عبد الرحمن، ميرال اشرف، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، ليلي، تمارا نادر السيد، يارا اسامه، جايده خالد، اما هليوبلس بيمثله الليلة نوح، يسرى اشرف، فريده علي، ساره مسعود، سلمى ايمن، فريده الشريف، فرح خالد، نورة الدبكي، ملك هشام، ريم طلعت، ساندي خالد، فريده عبد الباري. ويحكم لقاء اليوم الكباتن محمد ابراهيم محمد سعيد، نورهان فتحي من الاسكندريه، ويراقب المباراه الكابتن عبد الوهاب العجمي رئيس منطقه الاسكندريه لكره السله. على الطاوله عبد الرحمن احمد، حسن احمد، اسر علاء، محمد صلاح، وعلى جهاز الاي ار اس دينا احمد. لو اتكلمنا بسرعه كده وقلنا الفرق بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه، المباراة الأولى في الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي 48-8 وبتقدم الأهلي 26-13 في الفترة الأولى. الفترة الثانية انتهت بتقدم الأهلي 48-28، يعني الأهلي أحرز في الفترة الثانية 22 بونت وهليوبلس 15 بونت. أما مباراة اليوم انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 32-9 وفي الفترة الثانية 43-12، يعني الأهلي أحرز في الفترة الثانية 11 بونت وهليوبلس 3 بونت. قد يتساءل البعض ليه الفرق ده؟ هليوبلس يمكن ضمن المركز الثالث، وإحنا عارفين إن هو حصل على المركز الثالث في كأس مصر بعديه الجزيرة في المركز الرابع. هليوبلس حصل على كأس مصر مرتين في 2010 و2011 و2019 2020. يعني موسم 2010-2011 وموسم 2019-2020، وعاد لمنصة التتويج بالمركز الثالث السنة دي في كأس مصر. هو ضمن حاليا في الدوري الممتاز انه يحصل على المركز الثالث. الاهلي ان شاء الله بعد هذه المباراة يتأهل للمباراة النهائية ليلاقي الفائز من سبورتينج والجزيرة. سبورتينج فاز في المباراة الاولى 73-62 على الجزيرة، هيلعب النهاردة المباراة التانية. هنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة التانية واللاعبات. نزلنا أرض الملعب، هليوبلس هياخد الحيازة، والكرة مع هليوبلس، هليوبلس على يمين حضراتكم والأهلي على يسار حضراتكم. كرة مع يسرى أشرف، يسرى بتسقط الكرة للسارة تلعبها الليلة، تروح تاني ليسرى، ويسرى تعكس الملعب لملك وتصويبه من ملك في سن الحلقه، ترجع الكوره لليلى وتصويبه ثلاثيه لليوبلس، اول ثلاثيه لليوبلس بتسجلها فريده علي، اول ثلاثيه بتسجلها فريده ترفع النتيجه ل 15-43. ليلي بتقطع منها الكوره، تاخدها يسرى، ويسرى على شمالها ملك، ولكن يسرى بتفضل انها تكمل، تلم الكره ملك، ملك تطلع الكره بره ليسرى، ويسرى تصويبه خطافيه ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره ليلي، ليلي تلعبها لجنه، جنه تلعبها لفريده، ترجع تاني لفريده الكره من ناحيه الشمال لرنيم تحت الباسكت. يا سلام يا رنيم، بصوا الخبره، وسعت لنفسها حلوة قوي، عملت فيك وسعت لنفسها حلوة وطلعت تصوب، ولكن أخذت خطأ الشخص هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى رنيم سن الحلقة، هتصوب الرمية الحرة الثانية ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول سارة لفريدة، لسارة، لملك هشام، وخطأ الشخصي على هنا حتحوت. هتطلع الكرة ملك من الحد الجانبي، تلعبها لفريدة، فريدة النورة ليسرى، يسرى بتحاول تعدي، وخطأ الشخصي على ليلي. خطأ الشخصي على ليلي. هتطلع الكرة فريدة علي،
تلعبها ليسرى، يسرى بتعدي قافل عليها رنيم، رايحه فين يا يسرى؟ ومحاوله على الباسكت وخطا الشخصي على جنى عبد الرحمن هيستوجب رميتين حرتين. خطا الشخصي لصالح ساره مسعود هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل، هتصوب الرميه الحره الثانيه. تنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 16-43. ليلى الفريدة بيتعدي فريدة من ناحية الشمال، تلعبها ناحية اليمين هات وخد، تعكس الملعب ترجع تاني الفريدة الليلي، ليلي لرنيم وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكورة لليوبلس ملك، دخل ملك على الباسكت طلع الكره بره اليسرى وتصويبه في سن الحلقه تلمها تاني يسرى، يسرى تلعبها لساندي وتصويبه الثلاثيه لفريده، فريده علي الثلاثيه الثانيه لفريده ترفع النتيجه 19-43. بتضع الكره تروح الكرة للنادي الاهلي، تتقطع تاني تاخدها ملك وداخلة ملك وخطأ الشخصي على هنا حتحوت. داخلة معاها ايه؟ هنا وخطأ شخصي. ساندي هتطلع الكرة وتصويبة تدخل الحلقة وتخرج، تروح الكرة لليلي لهنا، هنا ترجع الكرة ورا لفريدة لرنيم لفريدة تاني وتصويبة في سن الحلقة، كانت عايزة تروح شمال كده سنتي كانت هتنزل على طول في نص الشبكة. اوت سايد لصالح اليوبلس. فريدة بتعدي نص الملعب، فريدة علي تروح الكرة لساندي لملك لفريدة وتصويبة تخبط في سن الحلقة، تروح الكرة ليسرى سقط الكرة ولكن تتقطع وترجع تاني لساندي وتصويبة من ساندي تخبط في الحلقه ويتجدد زمن الهجمه، تروح الكره للنادي الاهلي تاخدها فريده، فريده الليلي وليلي بتصوب فكرت تفكيرين، كانت عايزه رنيم تسقط لها الكره ولكن في الاخير قررت انها تصوب، تروح الكره لفريده علي لملك هشام وخد طفيه عكسيه في سن الحلقه، تلم الكره على طول جنى عبد الرحمن تلعبها لرنيم تعدي نص الملعب تلعبها الفريدة، فريدة بتعكس الملعب لهنا وباصة ولكن تتقطع ودخول على الباسكت من يسرى ونقطتين ترفع النتيجة 21-43. خمس دقايق 50 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة، 21 هليوبلس 43 الأهلي، حتى الآن الأهلي في الفترة الثالثة مسجلش وهليوبلس سجل 9 بونت. ليلى تروح الكرة وخطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من رميتين حرتين، الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصية، وقلنا في حالة الدفاع وفي حالة الدريبل والمحاورة اذا كان خطأ شخصي من المدافع على المهاجم في حالة المحاورة يبقى رميتين حرتين بعد الاربع اخطاء شخصية، لان الاخطاء الشخصيه اثناء التصويب حسب حاله التصويب ثلاثيه ولا بنقطتين. رضوى بتعدي رضوى نص الملعب لرنيم تعكس لليلي، رضوى الرنيم تحت الباسكت ورنيم بتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره الساندي تلعبها لفريده، فريده
لنورا لساندي، وساندي بتحاول على الباسكت بتسجل نقطتين 24-43. رضوى مع الكرة لرنيم لرضوى لدينا عمرو، وتصويبة ثلاثية، الثلاثية الثانية لدينا عمرو، ثلاثية 46-24. وباصة حلوة لكن تطلع الكرة بره تاني الناحية التانية، وتصويبة في سن الحلقة تلم الكرة ليلي، وهجمة سريعة مرتدة وتعكس الملعب لفريدة، وتاني وتصويبة في سن الحلقة تلمها دينا عمرو، دينا الرضوى، رضوى لدينا لفريدة، وتصويبة في سن الحلقة تلمها تاني ليلي لرضوى لفريده، وفريده بتسقط لليلي ولكن مقفول عليها، بتتقطع الكوره، والكوره مع سلمى. سلمى بتباصي ولكن الكوره بترجع المنطقه الدفاعيه وبتلمس الكوره تبقى باك زون. الكوره لصالح الاهلي بزمن هجمه 14 ثانيه من المنطقة الأمامية. رضوى تطلع الكرة تلعبها لفريدة، فريدة وائل تلعبها لليلي، ليلي لرضوى لدينا، توسع لنفسها دينا تلعبها لرضوى، وتصويبة قصيرة سن الحلقة، وليلي طالعة ولكن بتحاول تشليها الكرة، تروح الكرة لفريدة علي، فريدة ترجع الكرة ورا، تروح الكرة لساندي، خطافية عكسية من فريد عبد الباري ما تنجحش في التسجيل، وخطأ الشخصي لصالح النادي الأهلي. ده الخطأ الشخصي الثاني على فريق اليوبلس أثناء لم الكرة كده، خطأ شخصي وتحت الباسكت ورانيم، وخطا الشخصي ورميه حره اضافيه، نقطتين ورميه حره اضافيه 48-24. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاضافيه 49-24، وكره مع اليوبلس، ساره يلعبها لساندي، ساندي ليسرى، ويسرى داخله تقف على كورتها وتشيل الكره على طول ليلي، وتصويبه في سن الحلقه، وخطا شخصي على هليوبلس، خطا شخصي لصالح دينا. ترتطم فيها يسرى، خطا شخصي على يسرى. رنيم وتصويبة من رنيم في سن الحلقة، تروح الكرة لفريدة لساندي، الملك هشام، الملك بتعدي وتلف وتوسع لنفسها وتصوب، ما تنجحش في التسجيل، تلمها ليلي تلعبها الرضوة، وباصة طويلة لرنيم، ويا سلام يا سلام على الجملة الجميلة قوي دي، يا سلام على الجملة الجميلة قوي دي، بتختمها فريدة وائل بباسكت نقطتين 51-24. البداية الصح تنتهي بباسكت صح. خطأ الشخصي على ليلي، ليلي اندفعت كده مع الفيك اللي اتعمل من ساندي خالد، او بصوا حضراتكم بصوا الباصة خدتها رنيم، لقت نفسها في مكان صعب، رجعت الكرة ورا على طول لفريدة، طلعت وسجلت نقطتين. شكرا. واحد وخمسين الاهلي 24 هليوبلس، ورميتين حرتين ليه ساندي خالد، تصوب الاولى بتنجح تسجيلها 25-51. كابتن محمد سعيد بيطلب كده من الكاميرا ترجع ورا شويه، الكاميرا زعلت. تنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية، واحد وخمسين 26،
ودقيقتين على نهايه احداث الفتره الثالثه، والكره مع رضوى، رضوى رنيم لرضوى تاني، تلعبها لتمارا ومحاوله على الباسكت بتنجح، رنيم تسجل نقطتين 53-26. الكره مع هليوبليس، ليلى تلعبها لساره، ساره لملك، لساندي، ليلى عايزه تعدي، ليلى مقفول عليها من ليلي، تستلمها دينا وخطافيه عكسيه بتنجح انها تسجل نقطتين. يسرى ترفع النتيجه 28 ليوبلس 53 الاهلي. دينا وتصويبه في سن الحلقه، تتلم الكره على طول ولكن تروح لملك هشام، ملك داخل على الباسكت، داخل على الباسكت ما تنجحش في التسجيل، تلمها تمارا، تمارا تلعبها قدام لرنيم، هات وخد مع ليلي، وخطافيه عكسيه بتخبط في سن الحلقه، تروح الكره ليسرى وباصه طويله تحت الباسكت لملك هشام، ومحاوله على الباسكت بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 30 ليوبلس 53 الاهلي. رضوى دينا، الرضوى ليلي لدينا تاني، ودينا داخله على الباسكت ومحاوله ولكن تشليها الكوره من فوق، تروح الكوره ليسرى ودخول على الباسكت، تقف على كورتها تلعبها بره لساره اللي بتحاول ما تنجحش في التسجيل، تلمها تمارا ولكن بتباص الرضوى تقطع الكوره تاخدها ليلى ليسرى، وتصويبه قصيره خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الكره ديت والباصه حلوه قوي لكن التنفيذ على طول بتسجل بيها نقطتين، طلعت من غير الدفاع فسجلت على طول نقطتين. رنيم وتصويبه في سن الحلقه خارج الملعب اوت سايد لصالح هليوبليس. وبتنتهي احداث الفتره الثالثه اعزائي المشاهدين عشاق كره السله في كل مكان بتقدم النادي الاهلي 53-30 هليوبليس. استراحة دقيقتين ونرجع لحضراتكم كده نشوف المدربين هيقولوا ايه والتعليمات ايه، ونرجع نكمل مع حضراتكم احداث الفترة ونبدأ مع حضراتكم احداث الفترة الرابعة. ظبطت انا الموضوع، قال لي بس خليهم يديني صورة ويسمع الهيدفون ويعمل اللي انا اقوله عليه. انا كلمت الدنيا طبعا تعليمات الكابتن طارق خيري وتعليمات الكابتن عماد محمود لفريقهم. لو عملنا احنا بقى مقارنه سريعه كده بين الفتره الثالثه في المباراه الاولى والفتره الثالثه في المباراه الثانيه، الفتره الثالثه في المباراه الاولى انتهت للاهلي 70-36 ليوبلس، الاهلي سجل فيها 22 بونت وهليوبلس سجل 8 بونت. الفتره الثالثه عندنا هنا النهارده 53 الاهلي 30 هليوبلس، الاهلي سجل 10 بونت في الفتره الثالثه، 18 بونت لهليوبلس. كده يبقى 53-30. طبعا ما نيجي نقول ايه الفرق، هنقول الفرق ان الكابتن طارق بيريح لاعباته، بيدي فرصه اكتر للاعبات الصاعدات، هنا سالم، هنا حتحوت، جنى عبد الرحمن، جايدة خالد، برغم جايدة موجودة معاه في الفريق ولكن هي برضو من اللاعبات الصاعدات، تمارا اللي بيدي فرصة أكتر عشان يعني زي ما نقول كده يشتد عودهم لأن ما يحتاجهم في المباراة المهمة يلاقيهم موجودين جنبي.
هنبدا احداث الفتره الرابعه والكوره مع النادي الاهلي. رضوى ليلي تقطع الكوره دي يارا اسامه عفوا تحت الباسكت لنوره وتصويبه في سن الحلقه. وتصويبه في سن الحلقه تروح الكره لليوبلس ليلى. فريده علي تلعبها لنوره. نوره لساره وساره محاوله على الباسكت بتسجل نقطتين. ثلاثة وخمسين اثنين وثلاثين. وتصويبة ثلاثية ثلاثية للنادي الاهلي بتسجلها هنا السالم بتنضم لنادي الثلاثيات. ادي المكاسب بتاعتنا النهاردة. هنا سالم تحت 20 سنة ثلاثية الاهلي. هنا سالم ثلاثية. دينا عمرو ثلاثيتين. رضوى محمد ثلاثية. فريدة وائل ثلاثية. رنيم الجداوي ثلاثية. ليلي ثلاثية. يارا أسامة ثلاثية. الكرة مع هليوبلس. ليلى تلعبها لنورة. نورة لساندي ومخالفة المشي بالكرة بتحتسبها الكابتن نورهان فتحي. رضوى تطلع الكرة تلعبها لتمارا. الرضوى تاني تروح الكرة لهنا لرضوى. رضوى لهنا او بتلعبها ارضية لتمارة ولكن بتتقطع الكرة وخطأ الشخصي على هنا سالم. عايزة تبقى جامدة شوية يا هنا. طبعا هي هتعرف كده كده بعد كده الباصة دي ازاي من الالعاب ديت وفي المباريات دي. نورة لفريده لنوره تاني وتصويبه ثلاثيه فريده. الثلاثيه الثالثه لليوبلس عن طريق نوره. نوره ثلاثيه وفريده ثلاثيتين. رضوى وتصويبه من دينا ما تلحقهاش يارا وتخرج خارج الملعب اوتسايد. تاني كده بشكر مخرجنا المتميز احمد عادل بيعد لنا لقطه ثلاثيه نوره. هي واخده الباصه من فريده. فريده معاها ثلاثيتين ونوره معاها ثلاثيه. محاوله على الباسكت وتخبط الكوره في هنا وتخرج خارج الملعب اوتسايد لصالح اليوبلس. طرف الشاشه كده كابتن طارق خيري وتركيز تام في المباراه رغم فرق المستوى ولكن تركيز تام لان تفكيره دايما في البطوله. ولسه كده بنهنيه بكاس مصر الاسبوع اللي فات بعد مباراه كبيره قوي ووقت اضافي فاز على سبورتنج وحصل على كاس مصر. تصويبه ونقطتين لليوبلس تنجح تسجيلهم. ساندي خالد ودخول على الباسكت. يا سلام يا تمارا يا سلام يا تمارا. خطافيه جميله قوي من تمارا بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 58-37. ابص حضراتكم خطافيه عكسيه هي كانت في منطقه صعبه جدا تحت الباسكت وبترد عليها على طول ساره مسعود بخطافيه ولا اروع بتسجل نقطتين ترفع النتيجه 39-58. دايما بنقول في قناه الاهلي الكره الحلوه بنقول عليها حلوه. بيعيدها لنا المخرج المتميز احمد عادل. وتصويبه في سن الحلقه تروح الكره على طول ليلى. ليلى لفريده. نوره لساره وتصويبه في سن الحلقه تلمها دينا وخطا شخصي على ساره. خطأ شخصي على سارة
يمكن ملاحظين حتى الان طوال المباراه ما طلبش وقت مستقطع. ليه؟ زي ما قلنا كده الهليوبلس ضمن المركز الثالث، الاهلي ان شاء الله ضامن الصعود يلعب على النهائي، وثلاثيه ثلاثيه دينا عمرو الثلاثيه الثالثه. واقروا كده عيون الكابتن طارق والسعاده كده بالثلاثيه الجميله، الثلاثيه الثالثه لدينا عمرو كابتن النادي الاهلي، وباصه تحت الباسكت ومحاوله من ساره ما تنجحش في التسجيل، تلمها رضوى، ورضوى على طول لهنا تطلع الكره بره وترجع الكره لدينا لرضوى وهنا، وتصويبه في سن الحلقه تلم الكره ليلى، ليلى تلعبها لفريده وتقطع الكره يارا، ولكن تتقطع منها الكره من نوره الدبكي خارج الملعب اوت سايد. رضوى هتاخد مع هنا تلعبها الجيدة، وجيدة تسقط الكرة ليارا، ويارا على طول بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 63-39. سارة وتصويبة من ليلى ما تنجحش في التسجيل، تلم كرتها تاني تطلع الكرة بره لسارة، سارة الفريدة ومحاولة دخول على الباسكت ما تنجحش في التسجيل من يسرى، تلم الكرة رضوى، ورضوى تلعبها قدام ليه يارا، وخطأ شخصي على يارا. في تغيير، هتخرج دينا وبتنزل تمارا نادر السيد. فريد علي تلعبها ناحيه اليمين ليسرى، ويسرى بتحاول بتوسع لنفسها وتلعبها لساره، وساره بتسجل نقطتين 41-63. رضوى لهنا، لرضوى، لجيده، لرضوى، ليارا، وعاليه قوي على هنا، بتلم الكره وتلعبها على طول بتتقطع، تروح الكره لساره، ساره لليلى تعمل لها ستار نوره، وخطا شخصي على هنا، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب ليلى الرمية الحرة الأولى ما تنجحش في التسجيل. شوف حضراتكم اللوحة ايه، 3 دقايق 33 ثانية، اللوحة عندنا 3 دقايق 33 ثانية، دايما كده الدقة شعارنا في قناة الأهلي. تغيير، بتنزل ملك هشام وبتخرج ليلى نوح من هليوبلس. الكرة مع هنا لرضوى ليارا، ويارا بتلف وبتصوب بعيد عن الحلقه، تروح الكوره لساره، هتاخد ترجع تاني لساره، تلعبها الملك وتصويبه من ملك في سن الحلقه، تلم الكوره يارا، يارا الرضوى، رضوى تلعبها طويله، هتاخد ترجع لها تاني لهنا، وتصويبه في سن الحلقه تلمها يارا، ولكن تخلصها لنفسها ساره مسعود من اليوبلس، تقف على كورتها مستنيه زميلتها، تلعبها لفريده، فريده الناحيه الثانيه ليسرى، ودخول على الباسكت تلمها رضوى، ورضوى بتباصي قبل الثمان ثواني ولكن تقطعها ملك هشام، وداخله على الباسكت بتطلع تشيلها لها يارا اسامه بلوك كده
فوق خارج الملعب اوتسايد لصالح هليوبرس. بص حضراتكم كده يارا طلعت من اعلى نقطه وشالت لها الكره خارج الملعب اوتسايد. ثلاثة وستين، 42، 21 بونت فرق ودقيقتين وثلاثين ثانية. الكرة مع ملك وملك بتصوب بتنجحش في التسجيل. تاخدها يسرى تطلع الكرة برة ودخول على الباسكت وتاني تصويبة من ساندي بتنجحش في التسجيل. تروح الكرة النادي الأهلي تاخدها هنا. هنا لتمارة. تمارة تعكس الملعب الناحية التانية لجايدة. جايدة لهنا وباصة عكسية ولكن تتقطع الكرة وتخرج خارج الملعب اوتسايد للنادي الأهلي. هنا لتمارة ولكن تقطعها في السكة فريدة علي خارج الملعب اوتسايد. ليارا ومخالفة المشي بالكرة على يارا تبقى الكرة لصالح هليوبرس. فريدة بتعدي نص الملعب تلعبها الملك ناحية اليمين. ملك لفريدة في نص الملعب تاني تعكس الملعب ناحية الشمال ليسرى. يسرى لفريدة وتصويبة من فريدة ما تنجحش في التسجيل. تروح الكرة للنادي الأهلي تاخدها على طول هنا. هنا تلعبها لتمارة ويا سلام على الباصة ولكن عايزة تفردي ايدك قوي لأعلى شوية. هنا تروح الكرة الملك لساندي وبتسجل ساندي 44-63. دي على نهاية المباراة 63 الاهلي 44 هليوبلس. يعني دايما انا بحب اقول في اخر المباراه ولكن بالورقه والقلم كده الاهلي ضمن ان هو يتاهل للنهائي. هينتظر اللي هيفوز من سبورتنج الجزيره. سبورتنج فايز على الجزيره 1-0 فايز في اللقاء الاول. لو فاز في اللقاء الثاني يبقى هيقابل الاهلي في النهائي. لو قدر الجزيرة ان هو يفوز النهاردة يبقى هننتظر اللقاء الثالث. يعني كده كده الاهلي هينتظر نتيجة مباريات سبورتنج والجزيرة. طبعا بقول مبروك للاهلي التأهل. 36 ثانية 63-46 وخطأ شخصي على هنا سالم. الكرة مع يسرى لملك. ملك بتسقط الكرة لساندي وساندي بتصوب بتنجحش في التسجيل. تلمها يارا وفي خطأ شخصي. خطأ شخصي لصالح يارا. طبعا الصفارة اللي انطلقت دي ده صفارة زمن الهجمة ولكن الكرة لمست الحلقة فعلى طول بتتجدد. وكرة مع يارا ارتكب ضدها خطأ شخصي. تمارة وبيكتفي اللاعبات وبنقول مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمباراة 63-46 كده في المجموعة فاز 2-0 وتأهل للنهائيات. ينتظر الفائز من سبورتنج والجزيرة. مبروك النادي الأهلي ومبروك لهليوبلس المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء عشاق كره السله في كل مكان كان معكم معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم والى اللقاء في مباريات اخرى. ينتقل الميكروفون الان الى
الإعلامية المتألقة الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام أسطورة السلة المصرية والنادي الأهلي الكابتن نبيل بخيت ونجم مصر والنادي الأهلي الكابتن أحمد إسماعيل. فإلى هناك.